اذا مش شفتوا بك حاجه طيبه اذا كتواجدوا في السوق كنشوفوا اثمنه ديال خصوصا البصل. اذا البصل ابيض 6 دراهم والاحمر باقي ب 20 درهم غالي كتشوفوا معنا. الله يسهل الامور. الله يعاونك. الله يحفظك. كتشوفوا هنايا 10 سويقه هنايا البصله الحمراء باقيه ب 20 درهم. البطاطا هي غاليه كما كتشوفوا معنا. هذاك البصل الابيض كي كتشريه نصو كيكون غير هذاك الوسخ ديالو شويه صغير. البطاطس 16 درهم كما كتسمعوا 16 درهم البطاطس 5 كيلو ديال البطاطا تقريبا 60 درهم 50 درهم. البطاطا اللي كنا كنجيبوها ب 20 درهم احسن هو المسكين صافي هذا الشيء اللي غادي يقول احسن هو اللي حنا غادي نعرفوا شحال غادي هاد البصله البيض؟ 6 درهم. 6 درهم لا يسهل 6 درهم كما سمعتوا معايا البصله البيضاء شحال غادي هاد 140 ما عطيش شويه 7 درهم ولكن البصله والبطاطا كما كنعرفوا حنايا المواد اللي اساسيه بير 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 شوف الجهة الأخرى ندخلوا الجهة ديال الخضارة الله يسهل الامور. الله يعاون اخويا العزيز. ايوا 10 دراهم كلشي غلا. السلطه اللي كانت 7 دراهم 6 دراهم 5 دراهم الغاد. اذا كلشي غلا. غادي ندخلوا السوق ديال الخضر عاوتاني لداخل نشوفو كي داير الأمر. إذا بقى معنا تمنى تبارطاجيو معنا هاد المباشر هذا ندخلو السوق الداخل عاوتاني يلا الله يعينك اخويا اشتركوا في القناة.
ألف شفت بطاطا صغيرة عشرة درهم صغيرة بزاف تبارك الله عليك نعم نعم تحياتي كرك داهي مزيان صحة الله يحفظك الله يعطيك الخير